ما زلنا في فلسطين، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتشديد الإجراءات العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، وذلك تمهيدا لزيارة رئيس حكومة الاحتلال ووزير الدفاع ورئيس الكنيست إلى مستوطنات شرق مدينة الخليل والاحتفال ببناء حي استيطاني جديد. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. دكتور أيمن، أولا دعني أبدأ معك من الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع وأيضا رئيس الكنيست إلى مستوطنات شرق مدينة الخليل. فيما يتعلق بهذه العملية، يعني إلى أي مدى ستؤثر هذه العملية عن ما يتحدث عنه العالم الآن، ربما مفاوضات مقبلة ما بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي؟ بداية استغل اوقاتك واوقات كل السادة المشاهدين. يعني الاحتلال الان يستعد للانتخابات التي باتت على الابواب، الانتخابات الثالثة، ونتنياهو ومجموعة اليمين يريدون ان يقنعوا الناخب الاسرائيلي بان يصوت له ليتمكن من تشكيل الحكومة. ذات الزيارة في التأكيد على نية الاحتلال لاعادة ترسيم الحدود واحتلال مزيدا من الاراضي الفلسطينية. انا لا اعتقد ان في الافق يعني رؤية باتجاه عودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، خاصة أنه هناك تنكر للحقوق الفلسطينية، وبالتالي الأمر وحراك الاحتلال هو يأتي في سياق التجهيز للانتخابات الإسرائيلية. طيب، إذا انتقلنا دكتور أيمن إلى الجريمة التي حدثت اليوم، يعني نتحدث عن إعدام شاب، وليس فقط يعني عملية إعدام، ولكن أيضا ربما أشبه باعتداء أيضا على جثمان. أولا، كيف ترون هذه العملية؟ وعلى الجانب الآخر، البيان الذي خرج اليوم من تيار الإصلاح الديمقراطي بأن هذه الأمور لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارا وثباتا. من شاهد اليوم هذه الجريمة وهذه البشاعة في تنفيذ الجريمة يعطيك بمشهد، يعني تستطيع أن تختصره بأن المسيح الفلسطيني يصلب من جديد. بهذه الوقاحة وهذه الحقارة قامت جرافات الاحتلال بالاقتراب من جثمان الشهيد، منعت الطواقم الطبية كما تابع الجميع من الوصول إليه، ثم قامت بسحبه بأسنان جرافاتها بمظهر يعني يؤكد على حقارة هذا الاحتلال وتجرده من كل القيم والأخلاق وبعده تدريجيا عن كل يعني القرارات الدولية. ولم يعد يقترف هذا الاحتلال بكل يعني القرارات الدولية وبكل دور المؤسسات الدولية. والأمر يعني أنا أعتقد هذه الجريمة اليوم مسجلة صوتا وصورة، ولم تعد خافيا على أحد أسلوب الاحتلال وتعامله. يعني عندما يحتاج أو يتحجج الاحتلال بأن هناك كان محاولة من قبل شاب فلسطيني لزرع بوات، يعني الأمر يعني كذبة مكشوفة، لأنه المنطقة لا تستطيع أن تصلها، هي منطقة مكشوفة، هناك عمق أكثر من 500 متر لا يستطيع أن يصل أحد، وبالتالي المشهد وجريمة بكل معنى الكلمة ومسجل صوت ومصورة. وهذا كما أشار أخي الكريم وكما يعني تم اليوم إصدار بيان من تيار الإصلاح الديمقراطي، أن هذا الأمر لن يزيد الشعب الفلسطيني سوى إصرارا وإصرارا على استمرار كفاح وكشف جرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني. الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات.